عام يستقبله المواطنين بقرار رفع الدعم عن الطحين، وسيتبعه رفع آخر على بعض السلع من خلال ضريبة المبيعات. التفاصيل في هذا التقرير. أخيراً حسمت الحكومة أمرها برفع الدعم عن الخبز والتوجه لشمول مزيد من السلع بضريبة المبيعات، متجاهلة جميع نصائح خبراء الاقتصاد بالإبقاء على دعم الخبز. ومن جهته أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب الإقضاء أن رفع الدعم عن الخبز وإيصال قيمة الدعم النقدي سيبدأ مطلع الشهر المقبل بعد الانتهاء من وضع الترتيبات النهائية للآلية الجديدة. وبين الإقضاء أن الوزارة تدرس حالياً آلية تسعير الخبز ووضع سقوف عليا لأسعاره حسب كلف الإنتاج، مشيراً إلى أن الوزارة تدرس وضع تسعيرة للخبز كل 3 شهور. ويرى الخبراء أن المواطنين متخوفون مع بداية العام الجديد من سوء وتردي الأوضاع الاقتصادية، والتي باتت تثقل كاهلهم خصوصا في ظل تراجع وانكماش الطبقة الوسطى، مشبهين الحالة الاقتصادية الحالية كالدخول في نفق مظلم لا يمكن التوقع متى وكيفية الخروج منه.